السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم فيديو جديد، هما لي تارت سيترون مورينغ. نخليكم مع المقادير. كنحتاجو 280 غرام ديال الزف اونتي، حوالي 5 حتى 6 البيضات، 300 غرام سكر سمول، 200 غرام ديال الجو ديال السيترون، لي زيست دو سيترون، قشور حامض، 480 غرام ديال الزبدة لو بور، 150 غرام سكر غلاس، هذا بالنسبة للمرينغ، 150 غرام ديال سكر سمول، و البلون دوف. وهنا بالنسبة لادوغي لي طارت عندنا لي جون دوف، وهنا درت الحليب، ممكن تعوضو بلا كريم فريش. هنا في هاد الإناء غنوضعو البيض ديالنا مع نصف الكمية ديال السكر ونصف الكمية لخر درناها في الكاسرون، غنديروها مع الجو ديال السيترون، وغنديرو لو زيت ديال السيترون، وغنحركو مزيان جيدا، خصهم يتحركو مزيان حتى يتخلط مزيان. هو نفس طريقة لا ميثود ديال كريم باتيسيير، ولكن هنا لاحظوا معايا كيفاش هنا الطريقه ديال الخدمه ديالو. قلت لكم لي جون دوف هنا مع تانا لي زف اونتي، عفوا، مع سكار نصف كميه، ونصف كميه الاخرى مع الحامض، ودرت تما قشر الحامض. ممكن قشر الحامض ديوه مع الجو سيترون، ممكن ديوه مع لي زف. هنا كيف قلت لكم غنديروه فوق البوطه حتى يغلى لينا. هنا من بعد ما غلى، هو دوزو فوق البوطه حتى يغلي، غنكب دابا على نكبو على هذا البيض، ونحرك باش ما يطيبش ليا البيض ديالي. نبقى الطريقة صافي، وغنرجع كلشي نرجع كله في الله الكاسرون، وغنديرو يطيب كيف قلت لكم على درجة حرارة متوسطة، عفوا، بوطة تكون متوسطة. هنا نوريكم هوا الطريقة ديال الطياب ديالو. هانتوما كيف هنا سرعت الفيديو شوية باش ما يجيكمش الفيديو طويل، انا سرعت الفيديو، حاولت على ما قدر انا نختصر الفيديو باش ما يجيكمش داكشي طويل. صافي تبقاو نخدموا هنا في فوق البوطه. من الاحسن الا كان عندكم كارسونا اينوكس من الافضل. هنا ها هو كيفاش تتجمع لينا، يعني هذاك البيض هو اللي تيطيب، وحنا تنحركو ما نخليوش سميتو. هنا غنديرو ليه هاديو واحد سميتو، غندخل نخليوه تيولي لنا تياد، يولي دافئ، ما يبردش ليكم، حيت الا برد ليكم درتو الزبدة غي سميتو غيدفيا. هنا هي لاباط، هادي لاباط كنت مشاركة معاكم، نخليكم الرابط اسفل الفيديو. هنا تنخدمها بيديا هاكا شوية، من بعد غنتلقى برولو وغنبدا نشكل هذوك الاشكال، ها هما دوائر، باش غنديرهم انفونسيهم في دوك لي مول في لي سيركل. صافي تنحاول ان نسد جميع الجوانب، انها تكون الجوانب ديالها تكون كلها تكون مفينيه مزيان، وتكون مسدوده من التحت، باش ما تهبطش لينا لا طاخت. وغنديرهم شويه في الثلاجه يشدو شويه. هنا من بعد ما خلينا لاباط غسليناها ودرناها في الثلاجه شويه يشدو، هنا نوريكم لا تمبيراتور ديال هنا ديال كريم سيترون، لاباري ديال سيترون اللي باقي مزنا الزبده. نورمالمون خاصها تكون فيها 36 درجه، بين 36 درجة الحرارة، من 30 حتى 36، تكون تياد، تكون دافئة. ضروري أن تكون عندنا
دافئة لأننا ما كانتش دافئة. والحنة الزبدة فهي غتبرد، وتما كتقدر تدفي غير الزبدة ديالنا، فهي لا تمبيراتور ديالها 36 درجة، من 30 حتى 36 درجة، وزدو تكون بحرارة المطبخ 20 22 درجة. دابا حيت الصيف هاي كيف تلاحظوا، هاي ولكن هو من الأفضل أنكم ديوها نيلو تكون واصلة 36 درجة باش الكريم سيترون ديالكم ينجح وما تزفيرش ليكم لاباري. هنا كيف قلت لكم دابا غنبداو نزيدو الزبدة موصو بموصو، ونبداو غير اللوحة، ما نحاولوش ان نسخن، لان اصلا الزبدة هي دافي صافي، خدات لو تمبيراتور، فحنا ما نشدوش الزبدة ونبداو بيدينا نلوحوها ونطحنو. صافي غديتها في التلاجة. هنا هي لاباط كيف قلت لكم بعد ما بردت ليا، درتها في هاد الليمول، ودرتها في هاد المول هذا اللي من بعد سايبتو وكراطيتو من الجناب، قطعتو فينيتو، ودابا ندخل على درجة حرارة 160 ما بين 10 حتى 12 دقيقة، هيتي طيب نص طيبة باش عاد غندير لهم لادوخي. هنا من بعد ما طاب هو نص طيبة، هنا تناخد شوية داك لي جون دوف اللي عندي، كنت حيتهم من البلون دوف، تنزيد شوية الحليب وصافي، تندهنهم من جميع الجوانب. هاي الكريم سيترون ديالي من بعد ما شتات، هنا غنبدا ندهن نعمر لي طاخت بلي كريم سيترون. وهنا بعد ما قلت لكم مع طابو لي طاخت، يعني انا صافي نحاول ان نختصر لكم نوريكم المهم. دابا هنا غنطلعوا الميرينغ، الميرينغ تنديروا واحد شويه ديال الملحه شويه، وتنخليو هذاك البيض بلون دافي يطلع غير شي شويه، عاد نزيدو السنيده وصافي، نخليو تسمونطا مزيان. هاي من بعد ما طلعتنا مزيان، دابا غنزيدو سكر غلاسي، وغنخلطو مع نظام، ونخليو عجن حتى تتماسك مزيان، لأن داك السكر غلاسي تيخليها تكون شادة راسها مزيان. صافي تنحركو باش ميطيرش ليا من الجوانب، ونخليها تخدم مزيان حتى تطلع مزيان وتشد راسها. وهذا هو البوش اللي غندير فيه اللي اختاريت هنا، هادو هما لي طاخت، هما تندير عليه هاد الشكل، هالطريقة بهالطريقة. هناك هاي ثاني، هنا غندير تاو هذا، كنت صايبت واحد الاشكال اخرى. هنا تنضربهم بالشريمو، تنبيستولي تنشو الشريمو، تندير لهم الشريمو، نحرق ديك المورينغ من جميع الجوانب. هنا ندير لك خمسة سيترون، هذا تيبقى اختياري، كانت جات ليا ودريتها هنا. من بعد غنزيد لزاز ديال السيترون، وهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال لاطاخت. شو المنظر ديالك، تيجي رائع وزوين،
نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. دابا الان اريكم القوام ديالها كيف تجي من الداخل. يعني رائعة وخفيفة و شو كديرة رائعة للغاية. نتمنى انكم تجربوها، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.